في الهجوم. نعم بنحكى ان اللاعبين لاعبين باريحيه كبيره، اعتقد لو لعبوا بهذه الطريقه وامنوا بالقدرات ديالهم وبالامكانيات التقنيه اللي عند اللاعبين، فاعتقد ان المنتخب الوطني المغربي بامكانه انه يفوز على اي منتخب يعني افريقي بسهوله كبيره. لاحظ معي الهدف اللي جا طريقة جميلة، يعني يوسف حجي نحو حسين خرجة اللي كيسدد بشكل قوي ويسجل الهدف الأول لفائدة المنتخب الوطني المغربي، وبالتالي يعني 10 ديال الدقائق كانت كافية للمنتخب الوطني المغربي أنه يوصل للمرمى ديال الحارس كوندور. وكادوا يسجلوا أكثر لأن شفنا التمريرة ديال حجي اللي كانت قبل من هذه كانت في اتجاه العربي ديال بوصوفة واصطدمت بالرجل ديال حجي، كانت ممكن العربي ينفرد بالحارس الموسي يعني يسجل الهدف الثالث. الهدف بطريقه ايطاليه يعني كان كل شيء ممتاز، كل شيء كان ممتاز، لا استلام الكره ولا المراوغه في الوقت الممتاز، يعني التايمين ديال اللمسه بالخارج الرجل اللي دار خرجه كانت ممتازه لان هي اللي سهلت عليه انه يفكر ويسجل. شفنا بان المنتخب السنغالي نعم عاجز يعني تماما، اصبح كيعتمد على التسديد خارج مربع العمل، تسديد او رفع الكره عاليه، ما كاينش حلول، لان ما كاينش حلول، لان المنتخب المغربي متمركز بشكل جيد في وسط الميدان واللاعبين قرب من بعضهم. نعم يعني مباشره بعد هذه المحاوله المنتخب الوطني المغربي غادي يتمكن من تسجيل الهدف التالي بواسطه لاعب يوسف العربي، هناك التسديده ديال اللاعب عادل الهرماش المعروف هو الاخر بالتسديدات ديالو القويه. هنا الكره تفكت من وسط الميدان ويوسف العربي يعني فقط يعني في الثواني بان لي يعني الطريق نحو المرمى ديال الحارس كوندور، فما ترددش انه يسدد بهذه الطريقه وبالرجل اليسرى. كنعرفوا القوه ديال اللاعب العربي اللي اعترفوا بها حتى لا الجمهور ولا اللاعبين السنغاليين، وخاصه انها ما جاتش من عن طريق الصدفه لانه اللاعب العربي سجل اهداف كثيره مثلها في الدوري الفرنسي، فانا كما قلت لابد اليوم تعطى الفرصه ديالو. فعلا الحمد لله شفناه رسمي واداء ممتاز الى حد الان، لذلك احنا الان في هذه المقابله لقينا مهاجم ممتاز في الطينه ديال العربي اللي ممكن يساعد الهجوم، لان شفنا نعم هنا محاوله اللي كانت تعطي الهدف الثالث للمنتخب الوطني المغربي، والقائم يعني كيرد كره يوسف حجي اللي كان بامكانه يعني تسجيل الهدف الثالث.